تحياتي لكم إلى محبين الغناء العراقي القديم، وبالذات مثلا الغناء الريفي الجنوبي الأصيل، الفنان عبادي العماري، واسمه طبعا الكامل عبادي هاتو المنشداوي. الفنان عبادي العماري ما أريد أتكلم عنه اليوم، أنا عندي مقالات عنه وفيديوهات وكل البعض أتكلم عنه. الفنان عبادي العماري من أغزر المطربين السابقين في الحفلات الغنائية، بالأكثر شيء كان هو شائع بالكاسيات طبعا، بس هو أيضا غنى لك كم أغنية بالتلفزيون، برنامج ديوان الريف، وبالإذاعة أيضا عنده أرشيف جيد بسيط بالإذاعة بس قليل يبث، بس غنى رائع بالإذاعة. أيضا عند الفنان عباد العماري غني عن التعريف. طبعا الفنان بس عباد العماري توفى طبعا في خريف عام 1989. في يوم وفاته طبعا توفى، تصور هذا الفنان العملاق توفى وما نشرت أي وسيلة عراقية خبر وفاته، فقط تابعنا بعد ذلك يمكن بعد شهر أو كثير، يمكن يجوز أكثر بعد أربعينيته أو قبلها، في جريدة الراصد اللي كانت طبعا تصدر بشكل أسبوعي خبر في عمود، يعني خبر صغير في يمكن آخر صفحة، أنا أتذكر الصفحة الأخيرة أو قبل الأخيرة ويمكن الصفحة الفنية، خبر عن رحيل الفنان عباد العماري، اعتقد على شكل مقالة انا قريته، ماني متأكد يعني غير جريدة نشرته او لا، بس هو على حتى لو نشرته غير الجريدة ايضا فتأخرت، فانا على شكل مقال الكاتب كتب عنه شلون رحل، يعني انه رحل بصمت. طبعا ذكروا بعض المقربين اليه وبعض الاصدقاء حالي، يعني بعدين طلعت الكلام بعد ان صار شوي شفافية بالنشر، ان الفنان عباد هو وفاته يعني بسبب المرض او سكته، قالوا يعني مفاجاه كانت، فكان بس ناس قليلين يعني حتى ما صاير له تشيع، وكان اليوم يقولون عاصف وامطار يعني سبحان الله بيومها، لان هو خريف طبعا مو سبحان الله بمعنى شيء غريب، بس المهم يعني صادفت واندفن طبعا في النجف في مقبره وادي السلام، الله يرحمه ويغفر له. طبعا من المفارقات، وايضا انا نشرتها على فكرة في يوم من الايام مقال لي في موقع النور للثقافة والاعلام، مؤسسة النور للثقافة والاعلام، مقال لي اخذ صدى ايضا كثير مشاهدات وقراءات. قلت في حفلة الوداع عباد العماري لمعجبيه رايحين ومودعين، تصوروا الحفلة الأخيرة للفنان عباد العماري، كان كل سنة يعني الحفلات اكو المطربين على مدار، بس كل سنة عنده يعني كاسيت أغاني، الآخر كاسيت عنده أغاني من ضمنها الأغنية يعني اللي كان كثيرة يعني من شريط يا أبو جمال الساحر، ما عدنا يمك خاطر، هزنا الهوى ودعانا الشوق للبصرة، يلا خلنا نسافر، ما حافظة بالتفاصيل كثيرة، وطبعا كثيرة يعني رجعتنا للهوى بضحكة وإشارة، مثل الدور الحبيب بكل شطارة، واللي يمثل دوم تتغير أدواره، هاي أيضا من أغنية جميلة عنده، بس من ضمن الأغنية الكاسيت يمكن شبه الرئيسية أو اللافت للانتباه أن أغنيته مال رايحين ومودعينك، وما حافظها والله، فرايحين ومودعينك أيضا لحنها حزين وحنين، وفعلا كانت الأغنية تعبر عن الواقع، وكانت أغنيته الأخيرة فعلا، وراح ودع جموره بهذا الكاسيت الجميل، كان بالصوت كان متعب. لا ترجعوا للكاسيت موجود على اليوتيوب، وكان انا قناة صديقي من اوائل اللي نشروا التراث الغنائي العراق عموما القديم بالذات الريفي، اللي للاسف انقطع عن قناة اليوتيوب، بس موجود على اليوتيوب، اسمه كلاسيك سيستم بالانجليزي طبعا اسمه،
فأغنية رايحين ومودعينك هي كانت تعبر عن أن الفنان عباد العماري سيرحل عن جمهوره، وفعلا الرحل هو مثل ما قلت خريف حزين بيوم ممطر، ودائما المطر خير يعني، حتى بالوفاة تكون إنسان يعني رحيله يكون بيوم خير، والولادة تكون بالمطر أيضا خير، وراح الله يرحمه ويغفر له. فنان مبدع لكن تاجه لا زال غزير، وياما كثير مطربين سرقوا من أغانيه وأخذوا من لحنه بعضهم إعجابا طبعا، ويذكرون إنه هم يغنون لعباد العماري، وبعضهم لا، بالذات اللي عاصروه يعني معاصرينه زملاء له أخذوا الأغاني ونسبوها لنفسهم، استفادوا منها ماديا. وبعض الجمهور هسه من تقول له هاي أغنية لعباد العماري مسروقة يناقشك ويقول لك لا شلون، هاي لحن الملحن الكبير فلان وغناها المطرب فلان، لأنه الفنان عباد العماري مثل ما قلت أغلب يعني إنتاجاته هي حفلات وبالكاسيت، قليل ما غنى بالتلفزيون، وكلها عبر برنامج ديوان الريف اللي كان يقدمه الإعلامي الراحل ثامر الياسري. هذا اللي عندي اليوم مثل ما قلت لكم، رحيل عباد العماري في ذلك اليوم الخريفي الماطر في عام 1989، وكيف أن الإعلام وقت ذاك يتجاهل رحيل هكذا مطربين مؤثرين بالمجتمع، عكس الآن بصراحة. الآن يعني الآن رغم أنه الحياة البعض يقول الماضي كان جميل، هو جميل رغم صعوبته بالنسبة لنا احنا الشعوب العربي، بالذات العراق احنا تعب حروب وكذا، لكن الآن تطور التقنية والتطور هاي أصبح إذا شخص مؤثر بالمجتمع مثلا مطرب كذا أي شيء، حتى لو شخص يعني حتى لو بلوجر، فحتى لو تجاهلت وسائل الإعلام ولو هي صارت ما تتجاهل مثل السابق، فممكن تقرأ بالتواصل الاجتماعي ويشيع الخبر جدا. لكن كان احنا فنان قلت لك بحجم عباد العماري ما عرفنا الا بعد شهر تقريبا، وعن طريق الصدفة حتى انا اقول لكم، يعني الجريدة صارت عندي، لان تعرف جرايد جريدة الرصد كانت اسبوعية وما كانت متابعة بذاك، ورغم ان مواضيعها محترمة طبعا الغيت بعدين بالتسعينات انتهى اصدارها، لكن مو يعني يومية شائعة مثل ثورة جمهورية عراق كذا. فهذا اللي صار طبعا بالتلفزيون، شفتهم تجاهلوه ولا طلعوا شيء ولا هذه، سبحان الله. حتى برنامج ديوان الريف اعتقد انه ما ذكر، ما اعرف اذا ذكر، بس لا لا انا متأكد ما ذكروا يعني. فهي هاي قلت لك هذا اشياء مرت بذاكرتي، حبيت اسولف على الجيل الجديد اللي ما يعرف الشيء هذا. تحياتي لكم.